السلام عليكم ورحمة الله. عملت هذا الفيديو يا جماعة عشان نوضح كيف نفرق بين الميرمرز اللي بتصير في حالات الفالفولار ديزيز. أخذنا في الأدلت إحنا تو ميجر ديزيزز بتصير في الهارد فالفز، وركزنا أكثر على الميترال فالفز والأورتيك فالفز. حكينا عن الأورتيك ستينوسيس والريجيرجيتيشن، وحكينا كمان عن الميترال ستينوسيس والريجيرجيتيشن، وشرحنا إنه كل نوع منهم بصير في عنده نوع من أنواع الميرمرز دياستوليك ولا سيستوليك. وممكن في طلاب أو في حتى يعني ناس متخصصين في هذا الموضوع لسه بخربطوا فيه. عشان هيك أنا عملت هذا الفيديو وقلنا خلينا نحاول نربط المشاكل اللي بتصير مع الفسيولوجي تاعت الهارت وكمان مع الرسومات، فإن شاء الله كلياتها هيك الصورة بتكون واضحة عند الكل، وإن شاء الله الفائدة بتعم. بالأول خلينا نحكي عن الهارت ساوندز. كلياتنا بنعرف إنه الهارت ساوندز هم عبارة عن S1 S2. الS1 هي عبارة عن الكلوجر تاعت الميترال بالإضافة للترايكسبت، بصير في كلوجر، وزي ما احنا شايفين بنفس الوقت مين بتفتح؟ بيفتح عنا الأورتيك زائد البولمونيك، هذا البولمونيك وهذا الأورتيك بيفتحوا. فزي ما احنا هنا شايفين بالصورة هاي اللي على الشمال، الS1 بصير في عندي كلوجر للميترال للترايكسبت، واللي بيفتح هو الأورتيك والبولمونيك. الS2 نرجع للصورة اللي هون على اليمين، الS2 بصير العكس، بيفتح عنا الميترال وبيفتح عنا الترايكسبت وبسكر اللي هما سيميلونر فالفز اللي هما عبارة عن الأورتيك بالإضافة للبولمونيك. فالS2 هو ناتج عن الكلوجر تاعت الأورتيك والبولمونيك، واللي بيفتحوا بنفس الوقت هما الميترال والترايكسبت. بعدين طبعا بترجع السايكل من جديد. هسه ما بين الS1 والS2 في عنا مرحلة السيستوليك. الدياستوليك بتصير ما بين الS2 والS1، تمام؟ فهاي المرحلة كلياتها بنسميها سيستولي، وهاي المرحلة ما بين S2 لS1 بنسميها دياستولي. طيب هسه بنيجي للديزيزز اللي بتصير في الفالز. حكينا هم ريجيرجيتيشن بالاضافه لاستينوسيس. ريجيرجيتيشن معناها في عندي انا مشكله في الكلوجر تاعت الفالز، انه ما بسكر كويس، وبالتالي الدم بيرجع رجوع من خلال الفالز. فلو نفرض انه هنا الفالز عندنا قلنا بالكلوجر، فخلينا نركز على الميترال فالف في هذه الصوره اللي فوق. لو كان في بالميترال فالف ريجيرجيتيشن، لما يسكر شو بصير؟ الدم بيرجع رجوع للاتريوم، للليفت اتريوم. في الاستينوسيس شو اللي بصير؟ انه الفالف ما بيفتح بشكل كويس بشكل كامل، فبالتالي بصير في عندي انا صعوبه انه يمر هذا الدم من خلال هذا الفالف. فمثلا خلينا نيجي على هاي الصوره هنا. مثلا عندنا الميترال فالف، إذا كان فيه ستينوسز ما بيفتح بشكل كبير أو بشكل طبيعي، فبالتالي الدم بصير في عنا turbulence blood flow، وبالتالي بصير عنا المشاكل وبيطلع عنا الميرمرز. بخلال يعني الميرمرز بتصير خلال هذول الحالتين، يا بسبب regurgitation يا بسبب ستينوسز. ميرمرز هي بسبب turbulence blood flow، إنه البلد ما بيمشي بطريقه المعتاد، بصير في عنا تيربلانس فلو، يعني المرور تاعه ما بيكون مرور سلس، فبالتالي بيطلع عنا صوت الميرمرز. فخلينا نربط إنه الريجيرجيتيشن عندي مشكلة في الأوبنينج، سوري الريجيرجيتيشن عندنا مشكلة في الكلوجر، بينما الاستينوسيس عندي مشكلة في الأوبنينج للفالف. هاي أهم إشي تعرفوه. طيب كيف بدنا هسه نربطها مع الديزيزز اللي اخذناها؟ خلينا نيجي للS1. قلنا الكلوجر لمين؟ للميترال والترايكس. بتخلينا نركز على مين؟ على الميترال. فاذا البيشنت في عنده ميترال
regurgitation شو راح يطلع عنده؟ طبعا هون عندنا مشكله في الكلوجر، راح يطلع عنده سيستوليك ميرمر. فاحنا هون بنيجي للصوره، متى بصير الكلوجر ومتى بصير الاوبننج. طيب نفترض انه البيشنت عنده ميترال ستينوسيس، فالمشكله وين؟ بالاوبننج، في الاوبننج. وين الاوبننج للميترال فالز؟ بنشوفه هون. فهون بصير عند البيشنتس دياستوليك ميرمرز اذا كان عنده ايش؟ ميترال ستينوسيس، ميترال ستينوسيس. مثال ثاني نيجي للاورتيك. الاورتيك في عنده ريجورجيتيشن او عنده ستينوسيس. قلنا ريجورجيتيشن في عندي مشكله في الكلوجر، بينما الستينوسيس بيكون في عندي مشكله في الاوبننج. نطلع على هاي الرسمه، متى الاورتيك؟ مثلا لو نفترض انه عنده ريجورجيتيشن، بيشنت عنده اورتيك ريجورجيتيشن، نيجي لهاي الرسمه، متى بسكر الاورطة؟ على الاس 2. بهذا الاورتيك اذا كان في عنده، اذا صار مع البيشنت اورتيك ريجورجيتيشن، شو راح نتوقع او شو راح نسمع؟ صوت الميرمر او شو المرحله او شو النوع؟ بنسميها دياستوليك ميرمر، لانها بتصير في مرحله الدياستولي اذا كان عنده اورتيك ريجورجيتيشن. بينما اذا كان عند البيشنت اورتيك ستينوسيس، يعني عنده مشكله في الاوبننج للاورطه، فبنيجي بنطلع متى الاورتيك فالف بيفتح، فبنلاقيها على وقت الاس 1. فالبيشنت اللي عنده اورتيك ستينوسيس بكون عنده سيستوليك ميرمر. طبعا احنا ما اخذنا الترايكسبيد ديزيزز ولا اخذنا البولمونيك، لكن نقدر نقيسها بهذه الصوره. فخلينا اكتب هنا انا الخصهم. اذا كان البيشنت عنده ميترال، او اذا كان عنده ايورتيك، سوري طبعا على الكتابه، خلينا نكتب اذا كان عنده ستينوسيس او اذا كان عنده ريجورجيتيشن. فقلنا الستينوسيس بتاعت الميترال معناته عنده الميترال ما بيفتح كويس. خلينا نطلع على الميترال متى بيفتح، على الاس 2، معناته بصير في عنده دياستوليك ميرمر. طيب نيجي للاورتيك. الاورتيك متى بيروح بيفتح؟ نيجي ونلاقيها على الاس 1، فمعناته الاورتيك ستينوسيس بيكون عنده مشكله، او بيكون او بتكون نوع الميرمر سيستوليك ميرمر. العكس في حاله الريجورجيتيشن، في الميترال بيكون عند البيشنت سيستوليك ميرمر، والاورتيك بيكون عنده دياستوليك ميرمر. وهذا هو المطلوب منكم في ماده الادلت 1. طبعا زي ما قلنا الناس الثانيين اللي بحبوا يستفيدوا بيقدروا يطبقوا هاي القاعده على بقيه الفالفز اللي هم الترايكسبيد والبولمونيك. بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في امتحانكم الفاينل لماده الادلت. السلام عليكم.